دعونا نرحب بضيفنا عبر الأقمار الصناعية من دبي المحلل المالي الأستاذ نايل الجوابر. أستاذ نايل أهلا بك. أهلا بك أستاذ نايل. خلال تداولات هذه الجلسة كان هناك تراجع طفيف بالنسبة إلى دبي وبالنسبة إلى سوق أبو ظبي خلال هذا الأسبوع، كان هناك تباين وإن كان يميل في بعض الجلسات إلى التراجعات، وشاهدنا بأن هناك تحسن طفيف بالنسبة إلى مستويات السيولة. حدثنا بالنسبة إلى أداء السوقين خلال تداولات هذا الأسبوع. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بكل تأكيد أسواقنا مثل ما تفضلت حدث تباين وهناك إلى الانخفاضات، وخاصة في سوق دبي المالي، إلى أن ما زال المستثمرون الأجانب يقومون بعمليات البيع المكثفة من قبل الأسهم، وخاصة على الأسهم القيادي وهو سهم إعمار، بعدما كان هناك جذب بالسيولة بشكل كبير في الفترة الماضية. شهدنا في أن ارتفاع السيولة، وأيضا أن هناك ارتفاعات بالنسبة لشهر سبتمبر أكثر من كان عليها في أغسطس، حيث كانت الارتفاعات تقريبا 44% من شهر إلى شهر بالنسبة إلى سوق دبي المالي، وبالنسبة إلى سوق أبو ظبي المالي 76%. أيضا كان هناك بالنسبة للكوارتر وهو الربع الثالث بالنسبة إلى سوق دبي المالي كان ارتفاع بسيط جدا وهي نص النقطة، أما بالنسبة إلى أبو ظبي كان هناك ارتفاع 8%، وكانت الأسهم البنكية هي الداعم الكبير بالنسبة إلى السوقين، وعمليات جذب السيولة بشكل كبير على القطاع البنكي بعدما كان هناك الأخبار أن يكون هناك اندماج في سوق أبو ظبي المالي في البنوك الثلاثة، بنك أبو ظبي التجاري وبنك الاتحاد، وأيضا أن هناك اندماج سوف يكون هناك كيان كبير بالنسبة لثالث كيان في المنطقة. هذا دليل على أن هناك كمية كبيرة بالنسبة إلى السيولة اتجهت إلى سوق أبو ظبي رغم أنها انخفضت في سوق دبي، وهذه نشاهدها. وتحدثت أن هناك كانت سيولة متفاوتة ومرتفعة بالنسبة إلى السيولة، لأن كان هناك بعض القرارات إن كانت بالموازنة الإماراتية للإمارات كانت هناك ارتفاع، وكان متوقع أن يكون هناك السيولة أن تكون أكثر من ذلك، والآن الترقب الكبير من قبل المستثمرين على نتائج الشركات للربع الثالث. نعم بكل تأكيد هنا أستاذ نايل هناك ترقب من المتداولين بالنسبة لنتائج الربع الثالث، سواء بالنسبة لسوقي دبي وأبو ظبي أو بالنسبة لجميع الأسواق، الكويت، السوق السعودي وغيره من الأسواق، جميعها إذا تنتظر النتائج. ولكن هل متوقع هنا بعد إعلان الشركات نتائجها أن يكون هناك تحركات؟ دعنا نتحدث تحديدا عن دبي وأبو ظبي، هل تتوقع أن يكون هناك تحركات إيجابية؟ خاصة نتائج الربع الثاني لم تكن محفزة بشكل كبير بالنسبة للسوقين. بكل تأكيد نتوقع أن يكون هناك ارتفاع بالسيولة أفضل مما كان عليه، لأن جميع المستثمرين وخاصة إن كان الأفراد في دولة الإمارات هناك الترقب لما كان هناك محفزا إليهم. لاحظنا في أن هناك كل ما كان هناك دخول للسيولة يقوم باللحاق بها وارتفاع السيولة، كما تفضلت أن هناك دخول للسيولة وتحسن للسيولة، أي أن هناك ترقب لما هو نتائج جيدة، ترقب لما هو أحسن مما كان عليه في السابق من قبل الأسهم وخاصة إن كان القيادية. الارتفاعات التي شاهدناها في الفترة الماضية كان على أسهم تعتبر أسهم قيادية في سوق دبي المالي، لأن هناك قياديات كبيرة ما زالت متدنية بالسعر، وخاصة من أسهم العقار والخاصة بأسهم إعمار بشكل تحديد، اتجاه المستثمرين لعمليات شراء مكثف في الفترة الماضية، وكانت هناك عمليات بيع أيضا من المستثمرين الأجانب بشكل كبير والتخلي عن هذا السهم. هذا دليل على أن هناك ترقب من قبل أن يكون هناك دخول سيولة جديدة بالنسبة لأسواقنا. لا ننسى مثل ما تفضلت أن جميع الأسواق الخليجية وبعد دخول مؤشرات الفوتس في السوق الكويتي أن يكون هناك دخول سيولة من المؤشرات العالمية، ولا ننسى القرار الأخير في إدراجنا في مؤشرات مورغان ستانلي، وأن يكون هناك دخول سيولة أكبر مما كان عليه في السابق في جميع أسواقنا الخليجية. هذا سوف يدعم الأسواق الخليجية بشكل عام، وسوف يكون هناك دخول للسيولة والترقب من قبل المستثمرين على نتائج الشركات للربع الثالث، وأن يكون هناك أفضل مما كان عليه في الربع الثاني. ممتاز أستاذ نايل، منذ ما يقارب الأسبوعين تقريبا 3 أسابيع دعنا نقول بأن هناك كان تحرك لبعض الأسهم بشكل واضح. هذا التحرك الذي حدث لبعض الأسهم حدث في معظم الأسواق، كان هناك تحرك لبعض القياديات، خروج سيولة من شركات وتوجهها إلى شركات أخرى. هذا التحرك الذي حدث لعدة أمور، هل نستطيع اعتباره حدث لأن هذه الشركات وصلت إلى أسعار مغرية، أم نستطيع اعتباره بأنه بناء مراكز جديدة
نتيجة توقعات لما سوف تكون عليها نتائج الشركات للربع الثالث؟ هي متوقع ان يكون هناك بناء مراكز جديده لكي يكون هناك اسعار جديده على هذه الشركات او يكون هناك نتائج جيده لهذه الشركات. البناء الجديد يكون من قبل المستثمرين، وخاصه لاحظناه من قبل المستثمرين الاجانب بشكل كبير. هناك اللحاق المشكله من قبل المستثمرين الافراد في منطقتنا الى السيوله فقط وليس الى المراكز. التركيز على السيوله هي ما يطغى علينا في اسواقنا الخليجيه وخاصه في سوقي ابو ظبي ودبي. لاحظنا التنقل بين السوقين او التنقل بين 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 سهم واخر مثل ما تفضلت او قطاع واخر هو من قبل المستثمرين وخاصه الافراد، الى ان مستثمرين الاجانب يترقبون اقتناص الفرص والدخول اليها بشكل كبير وخاصه على الاسهم القياديه وخاصه كما شاهدنا على القطاع البنكي. منذ بدايه السنه بعد رفع السعر الفائده في العام الماضي ورفعه في هذه السنه، اصبح القطاع البنكي هو القطاع القيادي التي لم نشهده منذ سنين، اكثر من 5 سنين لم نشهد القطاع البنكي يحرك السوق بالنسبة إلى أسواقنا الخليجية وبالنسبة لأسواقنا الإماراتية بشكل خاص. هذا القطاع يعتبر قيادي بشكل كبير، ويعتبر أن يكون هناك دخول سيولة وخاصة من قبل المستثمرين الأجانب وخاصة من قبل الشركات. وبعد دخولنا مؤشرات العالمية ودخول هذه السيولة، لاحظنا أن هناك دخول على أكثر من سوقين، وهي إن كان في دولة الكويت وخاصة في المملكة العربية السعودية، وقلت السيولة لدينا. هذا يعتبر تصحيح بالنسبة إلى نقل السيولة أو تصحيح بالنسبة إلى مراكز جديدة اتخاذها وخاصة المستثمرين الأجانب وكبار الشركات. نعم، هنا نقطة أيضا مهمة، دعنا نتحدث عن النفط. كما نعلم هناك تحسن بالنسبة لأسعار النفط لعدة جلسات متتالية ووصل إلى مستويات قياسية لم نشهدها سابقا. هذا التحسن بالنسبة إلى أسعار النفط كيف ترى انعكاساته بالنسبة إلى سوقي دبي وأبو ظبي؟ هذا الجانب. الجانب الآخر، ماذا عن بقية الملفات؟ كما نعلم كان هناك تأثر خلال فترة ماضية بالنسبة إلى بعض الملفات الشائكة، التوترات التجارية وغيرها من الملفات. هنا كيف، هل استوعب السوق حدة هذه الملفات؟ لم يعد يتأثر بالإضافة إلى تأثير النفط؟ بالنسبة للشق الأول، بالنسبة لسؤالك، السؤال الأول عن النفط، النفط هناك ارتفاعات جيدة بالنسبة لي ووصل إلى مستويات قياسية، أي أن لازم يتأثر بشكل إيجابي إلى أسواقنا الخليجية بشكل عام وأسواقنا الإماراتية بشكل خاص، إلى أن المستثمرون ما زال يترقبون كما ذكرت لك هي فقط السيولة، إلى أن كان في الفترة الماضية هو طاغي كبير بشكل كبير جدا على أسواقنا، وكان هناك بعد الانخفاضات كان هناك تسييل لكثير من الأسهم، إلى أن الارتفاعات الآن لم تترقب بشكل كبير من قبل المستثمرين بسبب أن هناك تخارج من قبل المستثمرين الأفراد خاصة. الآن بالنسبة إلى الارتفاعات، بالنسبة إلى كما ذكر السيد الفالح أن يكون هناك تزايد وإلى 10.7 كما ذكر، أن هذا وصل إليه منذ 2014 أي قبل الاتفاقية بين أوبك وخارج أوبك. هذا دليل على أن هناك تراجع إلى المستويات القياسية بالنسبة للمملكة العربية السعودية، وأن يكون هناك تعويض بالنسبة إلى أن ترقب إلى إيران اللي هو في أول من نوفمبر، وأن يكون هناك وضع مقياس حد إلى الأسعار بالنسبة إلى أسعار النفط، وأن لا يكون هناك ارتفاعات كبيرة كما يذكرها السوق، وأن هناك مضاربات كبيرة على أسعار النفط. نعم، يكون هناك ارتفاعات الكثير يذكر إلى 100 دولار. أما بالنسبة للشق الثاني، بالنسبة للعوامل الخارجية، فقد هي تطغى على المستثمرين الأجانب بشكل كبير، أي بالنسبة إلى الحرب التجارية، وأيضا بالنسبة إلى إيطاليا الجديدة التي لا نتوقع أن تكون اليونان الجديد وهي بمشاكلها، أن يكون هناك اتفاقيات جديدة، وهذا تطغى على المستثمرين الأجانب بشكل كبير. ولكن نلاحظ أن هناك سيولة استثمارية دخلت في أسواقنا الخليجية، إن كان في سوق السعودي أو في السوق الكويتي أو السوق الكويتي عفوا، وهذا سوف يؤتي أكله في جميع أسواقنا الخليجية، لأن هناك نقلة بين المستثمرين والأسواق، وهناك نقلة بالنسبة إلى السيولة. نعم، واضح. أستاذ نايل، حتى أختم الحديث معك، بالنسبة إلى سوق دبي وأبو ظبي على المدى القصير، أتحدث الأسبوع القادم وحالة الترقب بالنسبة لنتائج الشركات، كيف تتوقع أن يكون أداء السوق؟ هل سوف يحافظ على هذا المسار الذي نستطيع اعتباره مسار عرضي بالنسبة للسوقين، أم أنه سوف يكون هناك نوع من التحرك؟
بكل تأكيد سوف يكون هناك اتجاه عرضي حتى إعلان النتائج وحتى إعلان نتائج الشركات القيادية بشكل كبير. شاهدنا منذ فترة كبيرة منذ سنوات أن يكون هناك اتجاه عرضي إلى إعلان النتائج وخاصة إعلان نتائج الشركات القيادية. في البداية سوف يكون هناك اتجاه بالنسبة إلى القطاع البنك ويكون هناك نتائج جيدة بعد رفع سعر الفائدة مرتين خلال هذه السنة، أن يكون هناك ارتفاع بالنسبة إلى النتائج. أما بالنسبة إلى الترقب من قبل المستثمرين وهو يكون على القطاع العقاري بشكل تحديدا، وأن يكون هناك ارتفاع أفضل مما كان عليه بعد النتائج الجيدة التي شاهدناها في القطاع العقاري في الربع الثاني من نسبة ل 2018 والنصف الأول ل 2018 كانت أفضل، إلى أن كانت هناك ترقب من قبل المستثمرين ولم يكن عليها، وهي كانت ضاغطة بشكل كبير على أسواقنا الإماراتية. أتوقع أن تستمر عرضيا حتى تكون هناك نتائج جيدة بالنسبة إلى المستثمرين، ودخول السيولة هي المعتمد الأكبر بالنسبة نعم. إلى المستثمرين الأفراد للحاق بها مرة أخرى والارتفاعات في أسواقنا الإماراتية. نعم، هنا أستاذ نايل أنت قدتني إلى سؤال آخر مهم، رغم أني كنت أريد أن أختم هنا. أنت تحدثت عن القطاع العقاري، القطاع العقاري يعاني منذ فترة، كان هناك إعلان كما أشرت إيجابي بالنسبة إلى معظم الشركات. كيف تتوقع أن يكون أداء القطاع العقاري بعد إعلان نتائج الربع الثالث ومن ثم بعد هذه الإعلانات؟ هل سوف يشهد القطاع نوع من التحرك؟ هل سوف يعود إلى سابق عهده؟ اليوم هو يعتبر آخر يوم للسيتي سكيب دبي، ويعتبر أن يكون هناك نتائج جيدة لعمليات البيع في المراكز وعمليات البيع في 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 أماكن العرض. هذا سوف يدعي إلى أن يكون هناك عمليات ارتفاعية، لكن هناك الأسهم العقارية في سوق دبي تتخذ إجراءات غير إجراءات اللي تتخذها السوق العقاري في دبي بشكل خاص، لأن هناك كانت توزيعات غير مجزية منذ بداية 2018 بعد أن كان هناك توقع أن يكون هناك ارتفاعات إن كان من سهم إعمار النتائج الجيدة والمرتفعة. لم يكن هناك توزيعات مجزية بشكل كبير، لم ترضي المستثمرين، لذلك قاموا هناك بالتخلي عن هذا السهم واتجاه الأسهم تعتبر صغيرة ومتوسطة. أيضا بالنسبة إلى داماك، قالت أنها سوف توزع 25% حتى 2019 بالنسبة إلى نتائجها السنوية، إلا أنها في 2017 وزعت 15% وأيضا لم ترضي المستثمرين واتجهوا إلى عمليات التخلي عنها. بالنسبة إلى الفيزيكال أو خلنا نقول للعقار، هناك اتجاه بالنسبة للمستثمرين من مكان لآخر، ولذلك نشهد هناك طفرة عقارية، وتوقع أن يكون هناك بعد ترقبنا إلى أن يكون هناك إكسبو 2020 أن يكون هناك عودة إلى العقار مرة أخرى، أتوقع في الربع الرابع بالنسبة إلى سوق دبي المالي، وعودة هناك الاستثمارات على هذه الأسهم القيادية، وتوقع أن يكون واضح. هناك توزيعات مجزية في آخر 2018. واضح، وصلت الفكرة بشكل كامل. ضيفنا عبر أقمار الصناعية من دبي الأستاذ نايل الجواب، رأى المحلل المالي، شكرا جزيلا لك.